السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة ايزي تو بلاي. دي الحلقة رقم 8 من سلسلة سيتي سكاي لاينز 2، واحنا حاليا واقفين فوق اطول برج طالع عندنا. بنبص من هنا دلوقتي على المبنى بتاع رئيس البلدية بتاعتنا، وشايفين المنظر كده بتاع المكان الفاضي زي ما انتم شايفين، مفيش حد خالص، لسه الحي كله فاضي. فان شاء الله هنملاه بقى مع بعض الحلقة ديت. كمان لو لفينا كده شوية هنشوف هناك القرية بتاعتنا، تلال الوادي والطواحين اللي بتجيب الكهرباء، بتولد الكهرباء من الهواء هناك اهيت. وزي ما انتم شايفين كمان لو لفينا اكتر كمان هنا هنلاقي الاحياء بتاعتنا الجميلة باينة من الناحية التانية من الضفة التانية، ايه، من النهر ده. بس الاجمل بقى لو تبصوا كده تحت، بصوا المباني والابراج اللي بدأت تطلع واحد واحد كده، يعني ادت طابع بقى مختلف غير هناك. زي ما انتم شايفين هناك المدينة يعني تعتبر كانت فاضية، ولو تفتكروا حطينا كده برج هنا وبرج الناحية التانية على أساس إن احنا نجرب نشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. بس شايفين بيدي طعم كده للمكان. الحاجة بقى كمان اللي احنا عايزين نبص عليها، تعالوا معايا كده نقرب شوية، بصوا ديت بقى ايه، الجامعة اللي احنا كنا حاطينها، أو يعني الكلية بتاعت ال هي مش كلية، هي جامعة بصراحة، جامعة طبية. فبص منظرها جميل ازاي هنا من فوق. احنا هنا كنا فين بقى؟ كنا على اعلى برج في المنطقة بتاعتنا. وعلى طول من غير بقى ما نطول في المقدمة كده، خلينا ايه نحاول نشوف احنا هنعمل ايه على طول. بسم الله كده اهوت، نطلع من الفوتو مود دوت، الصناعية الاولى هنا. طيب احنا هنا بقى عايزين، شايفين الطلب اللي على السكان دوت لازم يختفي. فبما ان احنا كنا حطينا هنا الابراج وكده اهو، مش هحط جنبها اي فيلل والكلام من ده، هنا ممكن نحط مباني مستوى المتوسط، اللي هي المتوسطة تكون ابراج خفيفة شوية مش طويلة، وفي الخطوط الاخيرة ديت هتكون ايه، الفيلل. فتعالوا بينا نحط الفيلل على طول عشان الناس تبتدي تيجي هنا بقى، ونبتدي نحاول نعمل حركة في المنطقة ديت. فناخد بالستايل الامريكي المرة دي، هنعمل بالستايل الامريكي. هو احنا عندي خلل الاول، فقبل ما نروح للستايلات والكلام ده خلينا ندخل على الطرقات ونشوف الخلل اللي هنا، انه الطرقات دي كلها مش موصولة ببعض بشكل كويس، يعني مفيش ما بينهم مواصلات تخدم عليهم يعني. فخلينا نكمل الطريق ده بما انه هو موجود اصلا اوريدي، خلينا نكمله نوصل لحد هنا. تمام، فكده بقى في وصلة ما بين المجموعة دي كلها. هنا كمان ممكن برضو نعمل واحد طريق كده يقطع، نحاول نخليه 90 تقريبا. تمام، هما واصلين هنا من الآخر خالص، واصلين كمان مع التقاطع الرئيسي ده. بس أنا هشيل الإشارات اللي فيه بقى، عايزين نشيل فيه الإشارات لأنه إيه، هيعمل ازدحام جامد لما نبتدي. فتعالوا نشيل الإشارات، بس كده أقفل كل الإشارات يا ابن اللعنة. تمام كده اهوت، مبقاش عندنا اشارات هنا، مش مشكلة لو في اشارات، بس اصلا هتلاقي مفيش. حلو جميل. طيب دلوقتي بقى الطرق بتاعة المشاة، او اللي هم معابر المشاة، عايز اشيلها برضو، معرفش. ايوه كده بتتشال من على الطريق دوت، مفيش اي مشاة يعدوا ولا يمين ولا شمال. هنعمل لهم كباري مشاة دلوقتي بس بحس انه ما يحصلش اي عطلة، لان دي صراحة مفارق كتير جدا، يعني ايه اللي هو يمين وشمال يمين وشمال كتير قوي. لو لقيت ان فيها مشكله هبتدي اشيل الكلام دوت، هبتدي اشيله. ممكن ايه نوقف الطرق دي اللي هنا كده، نصها كلها وخلاص. ف تعالوا نعمل الفكره بتاعه الطرق المشاه بتاعتنا. تعالوا فين فين هنا اهو، خليني اظبط انا موضوع المشاه دوت عشان يبقى سريع كده. هنسرع على الحتة ديت ونرجع لكم بعد ما نخلص.
وكده انا عملت هنا زي ما انتم شايفين كده، بصوا تصميم سريع قوي، يعني كوبري مشاة الاطول في العالم والاكثر طلعات ونزلات. بس يعني حاولت على قد ما اقدر كده بالامكانيات اللي معايا ان انا ايه ازين حواليها كده وبتاع، ونزرع شوية اشجار وكده وبتاع. هنا عملنا غابة مش اشجار، ويعني ان شاء الله تكون شكلها حلو. بس معرفش هنا ايه اللي حصل فجأة، ده مش عايز يتوصل هنا بهنا، مش عايز يوصل، فخلص وصلت من الناحية التانية. اللي عايز يطلع يعدي كده، يعني متلاحظوش قوي الرامب النازل ده، اعتبروه سلم يا جماعة، يعني معلش، يعني هو سلم ورامب في نفس الوقت، ف متلاحظوش قوي. بصوا الناحية دي كمان. اللعبة لسه فيها كتير، يعني لسه فيها عايزة يعني يتضاف عليها كتير قوي، فخلونا نكمل. احنا كده خلاص كنا، كان بس كل المشكلة اني بعمل شوية الطرقات دي. خلينا دلوقتي بما ان عندنا طلب ما شاء الله جامد جدا على السكن، فناخد الستايل الامريكي زي ما احنا قلنا، الستايل الامريكي نورث امريكا، ونبتدي كده نحط بسم الله، نوزع الاحياء بتاعتنا. الطلب بدأ يقل شوية، والتاني بيقل معاه الميديوم، فما دام بيقل معايا يعني معناها نفس الاشخاص ممكن يسكنوا في الاثنين. فخلونا برضو ايه نعمل كده الطرف بتاعهم من هنا يكون من النوع ده اللي هو الميديوم. ايوه كده عملنا كده. اوه فتحنا بص نيو سيجنتشر بيلدينج كمان، جميل. طيب كده حطينا احنا من النوعين البيوت ديت، رو هاوس دي، دي البيوت الطويلة عارفنا، اللي هي بتكون التصميم بتاعها كده، هي بتكون بيوت طويلة كده شرايح، وديت الميديم العادية. برضو خلينا نحط من الميديم العادية دي، معرفش يعني هل عليها طلب اصلا ولا لا، خلينا نجرب كده نحط مثلا هنا على طول. بتطلع اهي، بس مش بتقلل الديماند هنا، شكلها ليها هو طلب لوحده او حاجة لوحدها. الناس اللي عايزين نزود بقى التعداد السكني بتاعنا يعني جامد، فبنخلق لهم هنا ايه فرص ان يعيشوا في الاحياء الجميله بتاعتنا دي. نرجع تاني للبيوت العاديه خالص اللي هي الريفيه قوي، ونبتدي نوزع فيها كل المكان ده. فخلوني اكمل توزيع وارجع لكم. بصوا انا بحط هنا البيوت، لقيت ايه حريق يا جماعه، احنا لسه ما حطينا لكوش اي اطفاء ولا اي حاجه. فتعالوا نحاول نشوف، نفتح هنا مثلا حاجه في الاطفاء لو في عندنا حاجه ما فتحناهاش مثلا. خلينا نشوف هنا فاير ستيشن، في الهليكوبتر ديت احنا ما فتحناهاش، تعالوا نفتح الهليكوبتر. حان الوقت ان احنا بقى نبتدي نستخدم الهليكوبتر في اطفاء الحريق. جت سيارة اطفاء، والله ما شاء الله، والله نايس. شوف جاوا منين، من بعيد اخر الدنيا. لا مش من اخر الدنيا، من هنا. طب كويس، تعالوا بقى نحط احنا فاير ستيشن ديت، سعرها 1,200,000. طيب يلا معلش فداك. طب تعالوا ناخد المربع ده عشان نحطها هنا ناحية البحر كده، وتبقى هي تخدم على كل المنطقة بقى يمين وشمال مع بعض. حتى برضه هحطها يعني شوية بعيد ونعمل لها طريق خاص كده، خليها مثلا هنا كده. فتحنا مايلستون كمان، بقينا سمول سيتي، خدنا 2,500,000 وما شاء الله فتح حاجات كتير اوي، جميل جدا. هندخل هنا نبص بس السريع. فتح لي كمان الابراج اللي هي المكاتب الادارية بس العالية، ده جميل. وممكن ناخد لون، ناخد قرض كمان، نايس نايس جدا. ناخد طريق عادي خالص، نعمل دي طريق، ده اشتغلت ما شاء الله من غير طريق. يا عم اعملولي 90 بقى وخلاص، مش عايز يعمل 90 اهو، تمام ظبط 90 في الاخر. تعال نبص عليها المحطة دي، هو المفروض ان في رسم هنا ظهر للشكل الهليكوبتر بس مش معمول له ريندر او كده، شكله فيه مشكلة، شايفين حرف منه بس باين هنا
الباقي لا مش باين. تاخد كام ديت وليها تطويرات ولا لا؟ تعال نشوف. لو دوسنا مثلا هنا خلاص احنا لما نحدد عليها المفروض لو ليها تطويرات هي هتزرع على طول تحت، بس هي ملهاش تطويرات زي كده. لو حددنا هنا ظهر لها التطويرات بتاعتها. طيب على العموم هي الدايرة بتاعتها اكيد هتغطي الدنيا كلها معانا. هما دول ايه مالهم كلهم عايزين ايه؟ عايزين حاجة اسعاف. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ هي هنا في الفاير ولا في الهيدز؟ طيب احنا كل ده شغالين على اللي هي الميديكال كلينيك، بس ما عندناش حاجة اسمها مستشفى خالص. تخيلوا، لا ما ينفعش، ما يصحش الكلام ده. تعالوا لي هنا على الديفلوبمنت وندخل على هنا الهوسبيتال. تمام، تعال ناخد الهوسبيتال دوت معمل ابحاث للصحة وكده يعني. والله جميلة، ده عشان يخلي الطلاب بتوعنا بقى يروحوا يتدربوا فيه وكده يعني. بس طبعا هياخد 8 نقاط، 8 نقاط كتير قوي ان هو ياخدها دلوقتي. احنا هنحطه بس مش دلوقتي. والمبنى دوت استنوا نشوف بتاع ايه. ده اللي بيدفنوا فيه بس بيحرقوهم بقى محرقة جثث يعني. يلا خلينا نفتحه المرة. هنا ما حطيناش اي حاجه ليها علاقه بالدفن وكده، فهنبقى نحط بس عايزين ده مستشفى، لان هنا يعني مش معقول عندنا جامعه وحي ما شاء الله قد ايه وما فيهوش اي مستشفى. فتعالوا نحط المستشفى في منتصف هذا المكان. لو تنزل هنا، بس هنا ضيق شويه المكان عليها، ما هتبقى في وسط الزحمه. لا اكيد المستشفى اصلا هيبقى ليها تطويرات كمان كتير. تعال ننزلها هنا، ننزلها 1,800,000. بس يعني معلش بقى، لازم يعني لازم يكون عندها مستشفى. هو ايه اللي بيحصل هنا؟ اوه متقوليش حاطين اشارة. مفيش اشارة بس في طريق معبر مشاة بيعطل الدنيا طبعا. وهنا في اشارة. يبقى تعالوا بقى. سوري ده معلش، احنا اسفين جدا. نمشي من غير إشارات، معبر مشاة، الطريق ده مفيش، والطريق ده مفيش، وهنا مفيش، وهنا مفيش. ايه الدوار اللي فيه معبر مشاة ده؟ وده مالهم زعلانين ليه؟ يعني هو في الدوار نفسه هيقف عشان عايز مثلا يلف ويرجع أو كده. ينفع نلغيه؟ يعني مينفعش نلغيه إن هو يلف في الدوار، هو بس يروح. والله يعني هي كده أظن هتتفك شوية الأزمة. بص بدأت تمشي شوية الحركة يعني. يا بص الازدحام، بص وصل لفين. بس تعالوا بقى بصوا بعد ما البيوت طلعت بتاعتنا بتاعت المنطقة دي، شوفوا شكلها جميل ازاي. دي البيوت الطولية اللي كنت بقولكوا عليها. بصوا صغيرة ازاي خالص، بيت صغنطت كده وراينا حاملين لهم قاعدة، ومنهم اللي حاطط شمسية، منهم اللي مش حاطط شمسية مدورة كذا. بص التصميم العشوائي ده جميل جدا يعني، مخليكش تحس بالسيمترية يعني. يعني ولو انه برضه في طبعا بعض السيمتريك مثلا في بعض الحاجات، ولكن يعني انه ده احسن من سيت سكاي لاين 1 كتير يعني. ما شاء الله بص بدأت المدينة كده تبان معالمها شوية شوية. ديت المباني الميديم لو تفتكروا، ما كانش في عليها ديموند اصلا خالص، بس ايه بدأت يعني تطلع يعني. ما اعرفش بقى حصل عليها ديموند ولا ايه. والاحياء اللي هنا اللي ناحيه بقى الساحل ده، بص المنظر عندهم حاجه ايه، حته ساحل جميل ما شاء الله. فكره جميله خالص بتاعتهم هنا. دول هيبقوا عايشين بقى مرتاحين. عايزين نبتدي اوزع لهم، تعالوا نوزع لهم شويه ملاعب وكلام من دوت، اوت دور جيم وكلام كده، عشان يعني نرفع الشعب برضو، نرفع لهم اللاند فاليو بس مش قوي يعني. مش عايز ارفعه قوي لانه برضو ايه، نخلي الناس تفضل في عندها استطاعه انه يعيشوا. لان كل ما نرفع اللاند فاليو لو رفعناه على الاخر، هيحصل ان هم مش هيقدروا يعيشوا في المنطقه دي يعني. الناس هتضطر بقى تهاجر من المكان عشان يلاقوا حته يعيشوا فيها ارخص. مثلا نحط هنا كده العاب وحاجات جنب بعض، اوت دور جيم، كمان تنس. ليه مش عايز يحطه على الحرف؟ هو كده نايس. تعال نحط الناحية دي برضو، نحط لهم اوت دور جيم هنا كده، نحط لهم باسكت بول في النص،
بعدها بشوية نحط له مثلا بتاع تنس مثلا. الشارع ده على الشارع ده على الشارع ده، ايوه كده. ما يقدرش يحطه هنا، دي الكيرف جامد مثلا يعني. خلاص نحطه بعديه. تمام، خدنا سيجنتشر بيلدينج تاني. تعال نشوف الحدائق بقى، اللي هي الحدائق حدائق عادية بلازا يعني. شوف مثلا دي الهرش كبيرة شكلها، كبيرة اوي. هو مفيش مانع هنحط من الكبار دول، بس تيجي هنا بأي شكل من الأشكال متجيش. خلاص يبقى ناخد الميديوم بقى نبتدي نحط فيهم. معلش هنا في كام بيت هنشيلهم، يمكن نحط لهم دي. مينفعش تحطها من غير ما يحذف، ينفع؟ أيه. تمام ممتاز، حتى دي ينفع تتحط من غير ما يحذف حاجة. هنا معلش برضه هنطرد لنا عائلتين، عائلتين احنا اسفين، بس عشان نرفه الباقي يعني. معلش ممتاز كده يعني. ايه المنطقة دي كلها بقى عندهم ترفيهات، عندهم كل حاجة. الناحية دي بقى طبعا لا، لازم نحط لهم هما كمان. خلينا نحط لهم سكيت هنا جنب الجامعة. او التوجين ممكن نخليه الناحية دي، ناحية هنا المربع ده ممكن نحط فيه، نحط فيه اللي هي دي الكبيرة اللي هنا، لارج بلاي جراوند، لا لارج بلازا. ايوه نحطها هنا، شوفوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله كبيرة اوي. ينفع نحط هنا حاجة؟ نحط بره ملعب تنس وده يجي جوه هنا. ممتاز كده المنطقة ايه، اللاند فاليو هيبتدي ترتفع وهيبتدي يبقى عندهم ترفيه يعني. جميل جدا. تعال نبص بالمرة على الأحياء القديمة، بص الحمار هنا معندهمش حاجة، فوق هنا ما عندهمش مساكين خالص، مساكين يا عيني. لا تعال نحط لهم كده، احنا بما ان احنا ماسكين اصلا كده كده الحاجة دي، هنحط لهم في بعض البيوت هنهجرهم بس عشان نحط لهم ملاعب باسكت بول، ملعب تنس هنا كبير، نحط لهم اوت دور جيم ينفع يجي هنا، اوت دور جيم كمان هنا واحد. جميل كده يعني ايه، حطينا للناس كلها حاجات ترفه عنهم شوية. بلاي جراوند هنا على ناحية المنطقة اللي هي، خلينا نحط لهم برضه حديقة كبيرة متجيش. تيجي هنا يعني، دي المنطقة احنا برضه عاملين فيها شوية كده مباني عالية، فعايزين نساعدهم شوية. تعالوا هنا انتوا كمان خدوا لكم حديقة كبيرة قوي، يلا ولا تزعلوا. والسعادة وصلت لحد فين؟ نايس كده يعني ايه، بنخدم الشعب بتاعنا. طيب تعالوا بقى احنا نزود الكثافة هنا في منطقة الأبراج دي. هما ايه دول الصغيرين ده؟ أبراج برضو يعني. بص صوت الازدحام، صوت عالي بقى. يا ترى الأبراج الصغيرة دي هي تابعة للأبراج العادية ولا أنا اللي حطيتها بالغلط ولا ايه، مش فاكر. تعال نشوف دول برضو كمان في المكاتب الإدارية العالية، نحط منهم كده كام واحد هنا. ما عندناش عليها طلب خالص اصلا، ده طلب على المصانع جامد فهنحطه دلوقتي. بس الاول نحط شوية ابراج تجارية. وايه اللي حصل هنا؟ انا حطيت فوق حاجة، معلش كسرنا هنا حاجات. حطولي ابراج كده هنا. تمام نيجي بقى على السكن، نشوف تاني الأبراج العالية خالص، نبتدي نكمل نملأ هنا المناطق دي. وطبعا يعني ايه لازم يكون في طلب عليه عشان يبتدي يبنوا. فكرة ان انا مش بعرف والله اشوف البيت دوت هو ستايل اوروبي ولا ستايل امريكي ولا ايه، بعد ما احطه خلاص مفيش. بصوا يعني مش ملاقي اي علامة او اي اشارة تبين الا الشكل بتاعه، وانا الشكل بتاعه ساعات بتلخبط فيه.
يعني تالي، بس اللي تالي ان ده الستايل الاوروبي دوت، يعني في سقف مايل وده الستايل الامريكي، صح؟ طيب خلونا نبني على هذا الكلام، نقول الامريكي الناحية التانية، يبقى هنا الاوروبي معلش بقى نحطه فوق دول، نملاها كلها. بس نيجي بقى نقلب ستايل امريكي، نملى هنا اهو كمان. ممتاز اهو. تعال نشوف الابراج دي طلعت ولا لا، مش دي الابراج التجارية قصدي، مش التجارية اسف، اللي هم التانيين دول المكاتب الادارية. المكاتب الادارية لسه ما طلعتش. طيب تعالوا نشوف المنطقة الصناعية بتاعتنا الجديدة اللي احنا هنعملها، هنعملها فين؟ احنا خدنا دلوقتي 23 مربع، وده جميل جدا عشان هيساعدنا نعمل مشروع المطار بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، مشروع المطار ومشروع المينا. مشروع المينا كمان هنا، مشروع المينا لازم يتم هنا. طيب هنعمل المطار فين؟ والله انا بفكر اخليه هنا فوق التلة دي، ونعمل جنبه حي كده، احياء على الاطراف، المطار يكون في المنطقة المستوية الكبيرة، والاحياء تكون كده على اطراف الجبال كده على المنطقة دي. تعال ناخد المربع ده نعمل مشروع المطار العظيم دلوقتي، بما ان احنا تعدادنا بدأ يزيد، وعايزين بقى ناس تجيلنا اصلا من خارج المدينة، يعني انا عايز بقى كده. خلونا ناخد كل دول، شوفوا كام، هناخد 18 قطعة 19 قطعة، يلا. معلش، والمينا هنا نقدر ان شاء الله نعملها براحتنا خالص. مش عارف بقى اخد عقدة تانية هنا عشان ندخل على المطار ولا لا، بس خلونا ايه نستنى بس نتريث شوية، نشيل المربع ده، ممكن اشيل ايه تاني، ممكن اشيل مثلا المربع ده دلوقتي عشان بس لو احتاجنا نشيل بعض المربعات، نشتري بعض المربعات بعدين. دلوقتي التخطيط هيكون كالتالي، انا مطار لما نفتحه ونحطه هنا، بص الطيارة على السيرة، الطيارة بتعدي، حاضر بعد شوية هتهبط عندنا. المطار هيكون هنا كده فوق، فالمكان دوت لو شفنا التضاريس بتاعته، تعالوا نعمل كده عشان نقدر نشوف التضاريس، يبقى نروح على أي حاجة من دول ونقول له ورينا التضاريس. تمام، فلو نشوف لاحظوا هنا في حاجة شكلها جميل وطبيعي خالص، نقدر نعمل عليها احنا طرقات، يعني نقدر نعمل طريق كده هنا كده يمشي كده كده كده، على شايفين الخط الأسود ده، طريق يمشي معاه، يمشي معاه يجي لحد يلف الجزيرة كلها، يلف المنطقة اللي فوق دي، ونعمل منه بقى طلعات على الخط الأسود اللي فوقه. فده الخط الأسود اللي فوق ده بقى ناحية المنطقة المستوية اللي هتكون، وأعلى منطقة هي هنا، فاحنا بقى هنوطي دي شوية ونسويها. فخلوني أعمل المشروع ده، أو أحاول يعني أشوف كده هيطلع معايا إيه، وأرجع لكم على السريع. طبعا ما تنسوش لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، وكمان لو تقدروا تشاركوا الحلقة مع أصحابكم يكون جميل جدا. مشاهدة ممتعة. لو تلاحظوا هنا يا شباب، خلاص خلصت عملت المشروع الطرقات بتاعنا، ولكن
الطريق مش لسه موصول بالشبكة الرئيسية بتاعتنا. من أحد الجهات هوصله بالشبكة الرئيسية، ومن أحد الجهات هاخده على طول مباشر من هنا للناحية التانية، بس طبعا ده لسه بعد ما اشتري بقى المربع دوت. أما هنا بفكر أعمل الوصلة اللي احنا اللي هي يعني واحدة من الانترسكشن دول. خلونا نختار كده واحدة من الانترسكشنز، نعملها نحطها مع بعض، وبرضه ايه كويس ان هي تكون هنا بحيث ان اوصلها في الزاوية دي، فتاخد يعني تعمل شكل نجمة، يعني يكون في وصول من كل النواحي. هي النجمة نجمة كبيرة الصراحة، لا مش عايزها، ناخد واحدة أصغر. لو اشترينا المربع دوت هتيجي ده، لا ده عايز اشتري مربعين عشان تركب كبيرة أوي أوي. مفيش حاجة عندنا تكون مناسبة أكتر، يعني تضم الطريقين الرئيسيين على بعض على طول وبعدين تكمل. هي أحد دول هتبقى حلوة، ولكن بس مشكلتها إن هي كبيرة أوي. آه دي حلوة صغيرة، نايس. يبقى دي نحطها فين اللي مكمل على طول من غير ما يطلع وينزل وبتاع. اه لا لا دي مش تنفع، لا دي بص بيعدي كوبري واحد في النص، يعني يشيل حارة واحدة رايح حارة واحدة راجع، فده مش هاي واي خالص. يعني هو مكتوب ان هو يعني انه يعمل فيه عنده راوند اباوت عشان يعمل مودريت للزحمة ديت، ولكن مش باين والله. احتمال نحط دوت، يكون ده المخرج بتاعنا هنا. تعالوا احطه في حتة ونجرب واشوفه، نحطه مثلا هنا كده ونشوف. ممكن بعد دلوقتي نحتاج نوقف اللعبة، نعدي بس الباص ده، نوقف اللعبة تاني، نيجي بقى نقول تعالى نحطه هنا. معرفش لو حطيته كده هيحصل ايه، مش هيرضى يتحط. طيب حتى الأبراج دي ممكن نحتاج نحذفها، مش عارف. اه دوست بالغلط، بعد ما ظبطته دوست بالغلط. اه رجع ظبط تاني، ممتاز حطيته كده بالظبط بقى في النص هنا، فده هنوصله بده على طول. تعالوا له 6 lines و no upgrade لده، خد لي من هنا وصله على الأرض، نايس. دي بقى برضو ممكن نطورها وناخد كمان وصلة هنا، نعمل بقى هنا يعني جزء يكون بقى بص على الساحل وكده، ممكن ناخد منها مخرج بعدين نوديه للساحل. دي عايزة تمشي كده، بس هو هنا في ايه؟ مبنى أسد الظاهر هنا ولا حاجة. يبقى ده يضطرنا ان احنا نروح الأول وبعدين نلف. اوكي كده بقى عندنا هنا مخرج، معرفش بقى ده هيسبب زحمة أكتر ولا يقلل الزحمة، لأنه هو بصراحة يعني جاي في وش الكوبري على طول، ولكن يعني ادينا هنجرب ونشوف. هنا في حاجة غلط، تعالوا نعدلها. ممكن ندمر دي، ونبتدي نجيب تاني هاي واي بقى المرة دي، واللي ماشي ايه 3 lines، بس 3 lines عشان الكوبري اللي طالع معانا من هنا 2 lines. خلينا ناخد التو دوت، او ناخد الثري، معلش ناخد الثري جيبه قريب من هنا اهو. اه من اهو دول نعمله كيرف، ناخده من هنا. لما نيجي نعمل الوصلة ديت احاول ان انا اخليها الالتحام يكون ايوه كده هنا
اهو نفس الحكاية. نايس، هيكون داخل نازل من هنا 3 حارات يلضم وبعدين لا طب ليه يلضم؟ لا يبقى صح نجيب دوت ونعمل ابجريد. طب ما شفتش كل دي الحتة دي اهو. نايس اوي، ممتاز بقى ان احنا نوصل هنا كمان. تعال نطور دي، نطور دي، ينفع نطورها تاني بس شوية لفوق كده، وهوت نقول له خدها واصلة هنا. نايس، وصلنا الطريق كده. بقى في عندنا طلعة تطلع لفوق، ما كسرناش شبكة الكهرباء. خلينا نمشي اللعبة تاني نشوف الدنيا يحصل فيها ايه. الناس على طول بدأت تستخدم الطرقات. بصوا الله، ده بدأ يدخل على المدينة بتاعتنا هنا من الجنب ده. تعالوا نحط هنا أحد البيوت اللي هي السيجنتشر، يكون كده إيه قاعد عنده إطلالة. هو ده أول ساكن، يعني القبطان بتاع الطيارات بتاعتنا. لا، مدير المطار. نحط بيت بتاع مدير المطار على رأس الحي هنا، الحي ده مدير المطار. ننزله فين؟ ننزله هنا على اللفة دي. بص فين، شايفين انا عنده فتحة كده تودي على المية على طول؟ شايفين المشكلة اللي في اللعبة؟ هي مفيش فتحة بس يعني ايه من الجنب ده تبين ان في فتحة. المهم هو ليه مش جايب لي انه في حاجة واصلة؟ طيب تعال نوقف نشوف موضوع المية والكهرباء، لان شكله يمكن الوصلة اللي احنا عملناها ديت ما بتجيبش كهرباء ومية. الوصلة دي اهو صح ما بتجيبش، شايفين؟ شايفين حصل ازاي النزلة؟ نزلت هنا المواسير وكملت كده. طب نقدر نحذف دول؟ تحت الأرض ممكن نحذف. ايه ده مش جايب لي التانية اللي فوق. مش ينفع نحذف اللي هي ماشية بلت ان مع الطرقات. طيب بس كده وصلنا المية، نقدر نشوف الكهرباء برضو. الكهرباء هنا من الناحية دي للناحية دي مش معدية، شايفين؟ فتعالوا نعمل نفس الحاجة، ناخد كهرباء والزر عشان نفق فمش هينفع نعدي، فخلونا نمشي كده بيها. احنا كده كده هنمشي بيها تحت الأرض. فكده ايه، وصلت الكهرباء من الناحية دي للناحية دي. هو وصلت ولا لأ؟ هو ايه اللي بيحصل معايا؟ على فكرة حتى دلوقتي برضه ما وصلتش لسه. كده الأسلاك وصلت بقى. تعالوا نشوف التانية عن قرب برضه. هنا اهو واصلة، ممتاز. على فكرة طبيعي جدا اللي عاملينه ده، تعالوا أوريكم. شايفين المدورة ديت؟ المدورة اللي فوق ديت على أساس اللي هي بيسموها في الاسم الهندسي بتاعها مان هول، أو حفرة صيانة. حفرة صيانة ديت بتكون الكابلات ماشية تحت الأرض وبتيجي عند المكان اللي هتطلع فيه لمستوى تاني، أو ياخدوا منها مفرق، أو يتوصل كذا كابل في بعض. فبيروحوا عاملين الحركة دي، يحطوا الدايرة فاضية مفرغة بتكون حوالي دي، بتكون زي ماسورة خرسانة كده بتتحط الأول وبعدين يدخل جواها الكابلات، فتدخل من هنا وتطلع لفوق. وبعدين بنلاقي بقى إيه دايرة تانية اللي هي بتكون ليها بقى غطا حديد، ده اللي بنشوفه إحنا في الشارع دوت. ايه هو اللي بينفع يتفتح ويتم اي عمال صيانه مثلا او اي حاجه، على حسب بقى. ساعات بعض الكهرباء مثلا اللي بيكون ضغط عالي او كده ما بيحطوش بقى بوابه بتتفتح سهله، بتكون يعني ووتر بروف وكده عشان ما يدخلش فيها ميه. في منهم العاديين اللي بيكون يدخل فيها ميه او كده، لان بتكون فيها معمول لها اصلا حمايه هي لوحدها. فدي بس كانت معلومه كده على المشي. تعالوا نكمل نمشي اللعبه ونشوف مستر بريزيدنت بتاعنا. تعالى ورينا امورك اتحلت. عندوش ميه يا جماعه، يا جماعه احنا المفروض وصلنا كل حاجه. تعال اهي خط الميه اهو. بس خط الميه مش واصل من فوق لتحت كده. وصلت فوق لتحت هنا، ومن هنا هو واصل كده. الميه هتبتدي تيجي المفروض يعني. تعال نبص عليه تاني. ايه اخبارك انت؟ احنا كل ما نجيله يجي لنا مشكلة جديدة.
المنطقة دي مش متغذية بالمية خالص على فكرة، خالص مش وصل لها مية. تعال ناخد احنا مية من هنا، ننزل بيها كده تحت الأرض ونمشي نحاول نوصلها للمية اللي هنا. بس اهي وصلت كده كده، وصلت اهي، شايفين فيها كأن حاجة ماشية في المصير. يلا هتوصل له دلوقتي، شايفين شايفين بس بدأت تيجي ازاي المية. المية يا جماعة هنا هنا الناحية دي، وصلت لحد هنا اهو، وقفت المية مش عايز تكمل فوق. والله احتمال اجي اعمل لهم ايه، اعمل لهم هنا خزان مية. يلا ولا تزعل، حط له خزان مية فوق دماغه هنا فوق، عشان لما يقع ولا حاجة يروح ايه يستحمى على طول. حطينا خزان مية، معرفش ازاي وصلت المية. اه وصلت على طول اوتوماتيك، صح وصلت اوتوماتيك، نايس. يلا خزان مية مش مشكلة، ما شاء الله احنا الأرباح بتاعتنا جميلة جدا. يعني بصوا بقى معانا 7 مليون، واحنا بس عمال اظبط هنا والبتاع، ما اشتغلتش على أي حاجة في الصناعة وكده. عندنا طلب كبير جدا على المصانع، بس أنا برضو محطتش، يعني بصراحة مش ملاقي وقت. تعال نبص هنا على السيجنتشر بيلدينج اللي نزلت عندنا ده، كأنه زي مكتبة أو حاجة زي كده، بيدي أتراكتيف للمدينة والكلام ده. تعالوا نحطه هنا اهوت، وكل دي مالها فيها ايه؟ رود ريكوايرد، الله عندهمش رود. طيب هنحل الموضوع ده، بس الأول خلينا نحط المبنى دوت، شكله كده جميل صغنطوط. بص شكله عامل ازاي، طراز قديم شوية بس جميل. تعال نقلب نشوف هنا، مفيش حاجة، مفيش أي حاجة. طيب ايه بقى المباني دي، ايه المشكلة بتاعتهم؟ تعال نبص، no enough customers. اه ما عندهمش customers زيادة. طب ما احنا حاطين لكم هنا ما شاء الله، بصوا حي ضخم قد ايه، high rent. اه دي بقى المشكلة اللي انا كنت مش عايزها تحصل، لانه يعني حطينا خدمات كتير وكده، فيحصل ان ايه تبقى المنطقة غالية على الناس، فيحتاجوا ان احنا نحط لهم اللي هي المباني بتاعت اللو رنت دي. بس انا مباني اللو رنت مش هاخدها بقى في حتة تانية، خليهم يسكنوا جنبهم هنا، يعني ايه يطلع من نفس الشقة بتاعته يسكن في نفس الحي عشان ميبقاش زعلان، لان دي اصلا من الحاجات اللي بتضايق، يعني ان الواحد يكون ساكن في منطقة تعود عليها وخلاص، وبعدين يروح فجأة يسيبها بسبب ان هو مش قادر يستحمل الايجار. تخيلوا هنا ايه اللي حصل فيه. طيب احنا كنا فتحنا ديت المحرقة ديت عشان الناس يدفنوا الموتى بتوعهم. تعالوا نحط التانية الكبيرة العادية، واحنا مش حاطينها أصلا؟ لا لا لا، حاطينها هنا، أنا قلت مش حاطينها، ده تبقى كارثة. طيب تعال نحطها فين، تيجي فين، تيجي فين، حتى هنا في المكان الكبير ده ما تجيش فيه، ورا الجامعة ها يا دوبك برضه ما تجيش. نحطها جنب لازم بتاع الطيارات، لا على الشارع الرئيسي. تعال نشوف التطويرات بتاعتها هنا، بيخليه بتزود 2 سعادة ظاهر على مسافة 300 متر، ماشي زود يا عم سعادة، 25,000 و 11,000 أركيب مش مشكلة. ديت هتزود الأتراكتيف 20، زود يا عم يلا عشان نحرمهم من حاجة. ده ليه مش مفتوح؟ مش عارف، اه عايز يتفتح من المايلستون او حاجة زي كده، من هنا قصدي، من النقط دي شكله كده. طيب احنا كنا عايزين نيجي عند الترانسبورتيشن هنا، كنا عايزين ننزل او نفتح اللي هي شحن المائي او المواصلات المائية ده. احنا معانا نقط كافي؟ اه لا مع الأسف مش هتكفي النقط، هنفتح دوت ايربورت عشان يعمل ايه، انه يظهر يحرك داخلي، يعني ده اللي هو المطار الداخلي، وهنا ده المطار الانترناشنال. الانترناشنال عايزين لسه شوية نقاط عشان نفتحه. ايه ده،
شايف ان هنا 10. تصدق انا ببص على 10 دي، كنت فاكر ان هي دي الرقم، مش عارف ليه الازدحام بس ليه. هنا في اشارة، تعال نحط لهم دوار يحل لهم المشكلة. دوار كبير شوية، ينفع نحرك المبنى ده بعد اذنكم؟ موف، روح شوية كده على جنب. تعال نحط هنا دور، مينفعش دور كبير، حط واحد أصغر شوية. نايس. هي دي ايه أصلا؟ elementary school. elementary school، واحنا مش حاطين لها أي حاجة. تعال نحط لها ملعب في الظهر بتاعها، نحط لها space زيادة، مساحة زيادة. طيب ممتاز ماشي. احنا كده دلوقتي المدينة بتاعتنا كبرت، بقى عندنا بقى تفاقمت مشكلة اللي هو انه no enough customers، بقى في عندنا مشكلة انه waiting for سيارات الموتى مستنيين. طب انا حطيت لكم اهو full capacity وكذا، بس لسه حاطينها بصراحة يعني. وهنا بقى المطار، تعالوا نشوف كده نقدر نحط المطار ولا مش عايز احط. الصراحة كنتش عايز احط المطار اللي هو الداخلي هنا فوق، بس شكلنا هنضطر نحط المطار الداخلي، وبعدين نبقى نطور بقى نحط المطار التاني. خلوني الاول انعم الارضية نظبطها، نيجي مثلا نقول نكبر دي شوية، نقول له تعالى خد لي الليفل دوت وننعم عليه بقى. اظن الليفل ده هيبقى كويس. نايس، هنا وصل بقى مناسب مع الطريق. هنا في ظاهر مبنى اثري، عشان كده ما كانش عايز يحط. طيب تعالوا ناخده ونوديه شوية ناحية القرية هنا فوق، نجمعهم هنا اهو، وبعدين نبقى نعمل لهم معرفش بقى بيحتاج طريق يمكن عشان الناس توصل له مثلا، ممكن يتحط جنب الطريق. طيب خلينا نشوف كده الناس بقى هتبقى تيجي تزوره ولا لأ. معلم الأثري دوت كده احنا عملت هنا، سويت الأرضية بحيث إن احنا نقدر نحط المطار. تعالوا نحط المطار بتاعنا، بسم الله. سواء احنا ما عندناش رحلات جوية دلوقتي، ولكن يعني بس ايه نحجز مكانه. هو سعره 750,000، يلا مش مشكلة. طبعا ولا مرة حطيت المطار، فمش عارف انهي ناحية هي الهبوط وانهي ناحية الاقلاع، لكن اظن انه لو حطيته كده هيبقى مناسب جدا. بسم الله، ادي حطينا المطار. فتح لي بقى ايه انه انا اعمل خط للطيارات، خط للطيران ينفع اوصله من بره. ينفع اجيب من بره اهو. ماشي، تعال هيتوصل هنا وارجع تاني، يبقى ده كده خط. بس عملنا خط طيران اهوت أول مرة. تعالوا ناخد خط تاني من هنا من المطار، يطلع مثلا على ناحية تانية من يعني في البلد هنا، يطلع من الناحية دي ويرجع تاني. ما شاء الله عندنا خطوط كتير، احنا نعمل شبكة بقى. ناخد ده كده يروح كده كمان يروح كده ويرجع. ده خط بقى ايه طويل بقى، وده هياخد كل خطوط المدينة. هنا هنا هنا، دول هنا مفيش خطوط طيران. هنا برضه الناحية دي مفيش. في هنا واحد كده، تمام. قفلنا كده وعملنا مطارات. بص بقى بدأت الطيارة تطلع. الله، ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ لا مفيهوش كهرباء ومفيش طريق عليه. الله، تعالوا نوقف. تعالوا نوقف ناخد الطريق. الطريق بيتركب له منين بقى؟ منين يا جماعة؟ من هنا شكله. ناخد الطريق كده. تمام، انا كده وصلت الطريق هنا في المطار، واكيد بقى وصل له الكهرباء وكده. تعالوا نشوف. وصلت الكهرباء والمية على طول، ما شاء الله الرحلات وصلوا.
رحلات طيران لأول مرة في حياتي. أنا بالنسبة لي أحط مطار. أخيرا حسيت بإنجاز، ما شاء الله. احنا السكان بتاعنا بص وصلوا لحد قد ايه. تعال نشوف هنا ايه اللي حصل. احنا تاني فتحنا خطوط السفن بتاعتنا. عندنا في سفن شحن وعندنا سفن العادية. بص الدنيا بقت عبارة عن خطوط ازاي. طيب احنا منطقة المينا كنا مخططين ان هي هتكون هنا، وانا عملت الكوبري دوت، فممكن المينا تيجي تبقى في المكان ده. تعالوا برضو نحاول نشوف كده حجر الاساس بتاع المينا دوت نحطه. تعالوا ناخد المحطة العادية بتاعت الركاب، شوف هي هتيجي هنا ولا لا. هي هتيجي هنا بس عايزة نشتري لها الحتة اللي قدامها دي عشان تنزل يعني. تعالوا نشتري دي كمان، يلا مش مشكلة. بصراحة مش فيش حتة تانية أحسن. هو ممكن نعمل مينا هنا بس تبقى يعني بعيد قوي، يعني الدنيا بعيدة قوي عليها. خلاص خلوها في المكان اللي احنا قررناه. وبرضه اقترحوا عليا، لو يعني اكتبولي في التعليقات لو حابين نغير مكان. الموضوع بسيط يعني مش صعب. فكده احنا هنحط المينا هنا. طبعا المينا المفروض ان انا اظبط الطريق بتاعها زي ما احنا عملنا هنا كده، لو تفتكروا شايفين ده. المفروض ان انا اعمل زي كده ناحية المينا يعني، بحيث انه ايه تبقى الامور جميلة خالص. ولكن انا حطيتها كده دلوقتي، ونشوف اقتراحاتكم ورأيكم، وبعدين ايه نبقى اغيرها او نحرك الطريقة. هلا اعمل عليها طريق كده. وكده كمان وصلت المينا، يعتبر المينا دلوقتي واصلة وجاهزة مكانها خالص. هو هنا بيقول لي ان المواقف دي ما يعرفش يوصل ليها الناس يعني، ودي مش مشكلة في حد ذاتها. احنا بقى الفكرة ان احنا نحتاج نفتح مربعات كتير قوي عشان نعمل الطريق ده اللي انا بظنه يعني. يعني الطريق بتاع السفن سي واي، دول طرق سفن يعني. شايف طريق خط واحد، دي طريق خطين ميديوم، وبعدين ده العادي المليان، وده باسنجر شيب لاين. يبقى اكيد هنحط محطات برضه. معنى كده ان احنا نحتاج ان احنا يكون مفتوح معانا النهر عشان لما امشي فيه اعرف اوصل يعني. معرفش هل ده ينفع نعمله كده. مينفعش، حتى مينفعش ان هو يعني ايه يعني ارسمه اصلا. هو شكله عشان بره المدينة بتاعتي فمش قادر ارسمه. بصوا ده في طريق. احنا الاول نعمل الطريق وبعدين نشتغل عليه نمشي منه. شايفين الطريق يا ترى اقدر ارسمه بره؟ لا شوفوا بره السيتي ليميت بتاعتنا. فمعنى ان احنا عشان نعمل طرقات للشحن ده، اللهم ان احنا نحتاج نفتح كل المربعات دي لحد بره هنا، على الاقل لحد بره. فناخد مثلا من الخط ده كده نمشي كده كده كده، نفتح دي لحد بره عشان نوصل خط يوصل لحد بره الخريطة، بحيث ان يجيب لنا عمال وناس. بس يعني احنا كده يعتبر حطينا حجر الاساس لحاجات كتير جدا يعني في الحلقة دي بصراحة. يعني زودت شوية الريتم كده، خليته ماشي شوية، حتى السبيد بتاع الجيم خليته على طول شغال، بحيث ان احنا يعني يبقى عندنا احداث بتحصل ويبقى فيه يعني تطور يعني تلاحظوه شوية شوية. قولوا لي رأيكم في الكومنتس، اكتبوا لي ايه المشاكل. طبعا انا اكيد في مشاكل كتير عملتها وانا بسجل هنا وانتوا شايفينها، فاكتبوا لي رأيكم في الكومنتس وقولوا لي ايه اللي حصل، ايه اللي ممكن نعدله، ايه اللي ممكن نظبطه. وبس كده يعني وصلنا لنهاية الحلقة دي. لو ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، وتبعتوا الحلقة دي لأي حد من صحابكم يكون مهتم باللعبة. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية. سلام.